كان كل يوم اشرب بالدينار بمعنى انه انا متجرس من الصيام وكذا كلام زي ده. كان الشغله بتاعت ونص وبتاع الضحك انا كنت بنزلها كل يوم في الصفحه وكذا. فبتذكر من ضمنهن مره قال لي امجد غايته حالتك اصله مي عاجباني وكان ده صيامك افطر واصله ما صوم تاني. قبل في الفتره قاعد بين ثلاثه صواني قلت الله اكبر شتهم في ثواني. فانا قلت لي صلاه المغرب يا الله قم صليت بطنك في الاكل والمويه بدري مليتها. مهمات الصواني جنبك توليتها للقاعد قصادك بلحه ما خليتها. اليوم اللي بعده قال لي يوم الليله جي الشاكل عطش والجوع شربت وكلت زادا يكمل الاسبوع مليت رقدت في الفرشه وبقيت موجوع. هذيناك قلت ذيل ما عندهم موضوع. قلت له يوم الليله بطنك فيها ما خفت الله شربت وكلت وديت هي ما عن طله. بين تقدم احمد ود محكر وصلى بيت يا كافي من الفرشه ما بتنقله. عندنا البليله بتاعت العدسيه دي برضو يعني انا كان في رمضان بتعجبني عجب شديد يعني بنتونس بيها بعض الفطور وكلام زي ده. فيوم عندي ود خالي قال لي يا خمجد في بليله بي جاي. قلت له خليها بعد الصلاه. اشرف سمع الكلمه دي بستحضر قال يوم الليله غايته حقيقه ما بخفيها. امجد اخوي صواني الفتره جايه هجيها شاف له بليله بهناك روحه علقت فيها قال خدتوها خلوني نصلي واجيها. وكلام كثير برضو مره قال يوم الليل اخوي كل الغنم بيهجيها وكان ناظمته بتكون شكلتك راجيها بليت له كل يوم قاعد بيصلي ويجيها تسمسنا الى البعام حيروا فيها وقول الله يضره تسمسنا الى البعام اللي قاني بصلي خشه وكلها من قدامي لكن تاني منه اليوم وضحت نظامي جيب صحن البليله وخدته تحت قدامي. فالغنى ده كثير هو طبعا حاجه موجوده بيناتكم الاثنين ما خلين بعض في حال.